بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك عبادتك. آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. الآن نقارب بحول الله وبركاته من لدنه. آخر آية ختم آية الآية التي ختمت بها سورة طه عليه السلام. قل دائما ربي خاطب احبه الله اكبر الله انا احبه محمد عليه السلام اشهد ان النبي لا الامي العربي. اشهد قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني انتم تستنوا ونحن نستنى سواسية في الانتظار، لكن مش يجيكم يقين بعد فوات الأوان، مش تكونوا عالمين حق العلم من هم أصحاب الصراط السوي. أنتم حتى أنتم تقولوا أنتم أصحاب الصراط السوي، مش صحيح، أنتم على ضلالة مطلقة. نسأل الله سلامة دابوا سلمت أمركم لشياطين الإنس والجن، يعني بدلتم رب حقيقي برب كاذب وعدو لدود. أنا مورتال سيلو برنس ديمان. يقول ربي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني نحن أصحاب الصراط السوي وأصحاب هداية، وكفاية نحمد الله أن أعطانا هذه الكنوز القرآنية وهدانا إلى خير السبل، نسأله المزيد وهو الذي يزيد. كلما استقمنا زادنا من بركاته وإحساناته، وهو القائل ويتأذن ربكم لئن شكرتم أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم، والسلام على من سعى إلى السلام. آمين يا رحمن يا رحيم.